احنا هون بنحكي لو انا بدي اصمم سيستم وسيستم داينامكس قررت انها مهمه، يعني انا من البدايه احنا هون بالاسيومينج اسامبشن اوكي. اذا احنا هون قررنا سيستم داينامكس مهم، ضروري السيستم داينامكس وبدنا اياه للسيستم، بدنا نصمم كنترولر. هلا اول شيء بدنا نعمله بدنا نطلع على اليوزر ريكويرمنتس. اليوزر ريكويرمنتس تبعت السيستم داينامكس مش العامة، اللي هي ايش اليوزر ريكويرمنتس تبعت السيستم داينامكس؟ زي الرايز تايم مثلا اكزامبلز هون رايز تايم مثلا اوفرشوت ستدي ستيت ايرور كل الاشياء هاي اوكي. نتاكد من كل الاشياء هاي اول شيء انه اليوزر ريكويرمنتس معروفه عندي، في عندي يوزر ريكويرمنتس عشان هيك السيستم داينامكس مهم وبدي احققهم بالكنترولر. هذا كمان احد الاشياء المهمه، احنا دائما بنركز على الانبوت سيجنال. ايش بنركز دائما لما بنحكي على الانبوت سيجنال؟ ستيب فانكشن، دائما بنحكي على ستيب فانكشن، بس صحيح انه بعض سيستمز في اشياء ثانيه مهمه، فلازم نتاكد انه ايش السيجنال اللي بدها تدخل على السيستم. هلا ممكن تكون ستيب، ممكن تكون رام، ممكن تكون ساين ويف. نفهم ايش السيجنال اللي بده يتبعها السيستم. مش كل السيستمز ستيب فانكشن، في بعض سيستمز راح يدخل له رام وبده يعالج الرام هاي وبده يطلع لها اوكي. اذا بدنا نفهم بعض السيستمز هاي ايش السيجنال اللي بدها تدخل على هذا السيستم. هلا بدنا نعمل الموديلينج، اذا بنقدر نطلع موديل للسيستم. مش دائما الموديلينج ممكن. كيف ممكن اعمل موديل للسيستم؟ باي اوبزرفنج الانبوت السيجنال. تمام، اذا هاي الامبيريكال ميثود، اذا في عندي تو ميثودز عشان اطلع الموديل. اذا انا مش عارف داخل السيستم في البلاك بوكس ميثود اللي هو اسمه empirical، empirical يعني تجريبي. empirical بعرض السيجنال السيستم لانبوت وبراقب الاوتبوت. بمقارنة للسيستم السيجنال الانبوت والاوتبوت بقدر اطلع الموديل، وهذا هون بلاك بوكس. هون ممكن استخدم اشياء زي الارما موديلينج، ما اخذتوها انتم ارما موديلينج او طرق كثيره ممكن بعمل فيها سيستم ايدنتيفيكيشن. نعم، ايش بدك تحكي؟ تمام، تو بورت، ممكن يكون له اكثر من بورت، بس هاي هي امبيريكال ميثود. والطريقه الثانيه اللي تعودنا عليها ايش هي؟ نيوتن اناليتيكال ميثود، اللي هي ايش؟ بدي اعمل اوبزرفيشن للكومبوننتس اللي في داخل السيستم. فعندي هون مثلا اندكتر، عندي كاباسيتر، عندي دامبر مثلا. من هون بعرف انا هون التركيب الداخلي للسيستم ميكانيكال او الكتريكال، وهون بكتب ديفرنشال ايكويشنز او الطرق المختلفه. لاحظوا كمان احد الطرق اللي ممكن اعملها امبيريكال اللي هي البودي بلوت، ممكن اطلع بودي بلوت للسيستم، مش شرط اطلع له ترانسفير فانكشن. يعني ممكن هون السيستم اعرضه لساينوسويدز، يطلع معي ساينوسويدز، اقيس الجين والفيز مارجن واعمل بلوتينج. مضبوط، هذه هو الفيز وهذا الجين، مش هيك؟ مش هذا البودي بلوت؟ وهذا موديل للسيستم، وهذا بطلعه اكسبيرمنتالي، بدخل ساينوسويدز وبضل اغير الفريكونسي تبعت الساينوس وبشوف، او بستعمل طرق اخرى، في طرق كثيره منها، او اناليتيكلي. اذا هذا الابروتش امبيريكال تجريبي، وهذا اناليتيكال تحليلي. هاي الطريقتين اللي بطلع فيهم الموديل تبع السيستم من ناحيه السيستم داينامكس. اذا هون بنطلع السيستم داينامكس، احد الاشياء اللي بدنا نفكر فيها لما نطلع السيستم داينامكس، هل السيستم سنجل انبوت سنجل اوتبوت او مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت؟ هاي احد الاسئله لازم نسالها نتاكد منها. هل هو لينير او نون لينير؟ وهل نعمل نقدر نعمل له لينيرايزيشن ولا بدنا نخليه نون لينير؟ هل هو تايم فيريانت
the linear time invariant. ودي قول اوردر. احيانا ممكن انا انسى كل موضوع الموديل تبع السيستم وايش اعمل؟ اركب بي اي دي كنترولر واعمل له تيوننج بالزيجلر نيكلز مثلا. ممكن ممكن اوكي بديل لكل هاي العمليه. ان السيستم بنجيب بي اي دي كنترولر بنعمل له اوبن لوب تيست بالزيجلر نيكلز شفتوها المره الماضيه مش هيك؟ ممكن ممكن يعني ممكن تنعمل اذا كان مش شيء كريتيكال كثير سيستم داينامكس ممكن انسى خطواتها لا بدي موديل ولا بدي شيء. عندي اليوزر ريكويرمنتس وبعدين بنتقل مباشره بركب بي اي دي كنترولر وهي هي ميزه البي اي دي كنترولر او اذا كان السيستم بسيط جدا بعمل له اون اوف كنترولر بس وقتها بتكون السيستم داينامكس مش مهم. اذا عملنا موديلنج رح يطلع معي موديل هلا من هون رح يطلع معي وان اوف ماني مودلز يا بيطلع معي مثلا بودي بلوت هذا موديل مقبول وممكن يكون بودي بلوت انا طلعته اكسبيرمنتالي من هون او ممكن اطلع ترانسفير فانكشن اف اوف اس او ممكن اطلع ستيت سبيس اللي هم اي بي سي شيك هاي بعض المودلز للسيستم بعض انواع الوصف كل اللي عم بعمله وصفت انا السيستم داينامكس ما وصفت لسه شيء ثاني بالسيستم في علاقات بين الانبوت والاوتبوت وتوركس واشياء زي هيك ماشي اوكي اخذتوا هدول هلا اذا طلعنا هاي هلا بنعمل سيميليشن للسيستم في الاوبن لوب زي ما عملنا بتتذكروا اول ما بدينا بالبلانت هاي عملنا لها سيميليشن اوف ايش احسن تول الان ممكن نستخدمها؟ سيميلينك ممكن تعمل بالماتلاب كمان بس هاي السيميلينك يعني لاحظوا هلا اذا بدينا نستخدم السيميلينك بدا يصير عندي اذا انا عارف مثلا العلاقه بين الانبوت والاوتبوت والموديل نون لينير بامكاني استخدم السيميلينك مش بقدر احط نون لينيرتي مضبوط ما يعني ميزه السيميلينك بقدر احط نون لينيرتي بقدر احط حتى تايم فيرينت وتايم انفيرينت سيستم هاي ميزه يعني شكل كل السيستم داينامكس ديزاين عم بيتغير خلال الفتره هاي خلال ال 10 20 سنه الماضيه ممكن نوصل مرحله ننسى موضوع الموديل اذا انا بقدر هون اذا انا بعرف السيستم هاو ات بيهيفز وبقدر احطه هون بنسى شغله اللينيرتي والنون لينيرتي بقدر اعمل له سيميليشن على السيميلينك وبقدر اطلع طرق جديده في التصميم اني اصمم الكنترولر اذا هون بدي اعمل سيميليشن للسيستم في الاوبن لوب بدي اطلع ايش الهاي بعدين هلا بعمل كنترولر ديزاين والكنترولر ديزاين عدد كبير من الكنترولرز حكينا عنهم ممكن احط بي ممكن بي اي ممكن بي دي ممكن بي اي دي ممكن ليد كومبنسيتر ممكن لاج كومبنسيتر هذا نفس الشيء ممكن ليد ولاج كومبنسيتر ليد ولاج ليد او لاج كومبنسيترز ممكن احط مثلا فازي كنترولر الى اخره حسب الكنترولر لينير كوادراتيك ريجليتر اللي احط الموديل مثلا وبعدين هلا الخطوه الاخيره السادسه خلينا نحط ست هون افحص هل تحققت اليوزر ريكويرمنتس تشيك ريكويرمنتس اذا كان يس خلص انتهى التصميم اذا لا ايش بدي اضطر ارجع اعمل برجع مره ثانيه وبطلع على الكنترولر الجديده وبعمل سيميليشن طبعا هون راح يعمل سيميليشن كلوز لوب مش هيك المفروض هون 5A زائد بعمل سيميليشن انا بتوقع تولز زي السيمبلينك راح تفتح افاق هائله جدا في الشغلات هاي مش بس بالسيستم داينامكس اي سيستم عندك كيوينج سيستم او شيء مكانك تعمل له موديلنج وسيميليشن